بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. صلاة تفتح لنا بها أبواب الخير والتيسير، وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير، وتكون لنا بها وليا ونصيرا. أنت ولينا ومولانا، فنعم المولى ونعم النصير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبابنا في الله متابعين الكرام. اليوم فائدة يحتاج إليها كل أحد، وهي لتحصين الإنسان من كل الأهوال والآفات، ولتحصين النفس والمال والصحة والولد والبعيد والقريب وكل ما نويت له هذا الحصن المبارك بسر صلاة الفاتح لما أغلق، وهي لإنقاذك من جميع العثرات ومن جميع الوحلات، وهي تأخذ بيدك وتحميك من جميع الأهوال ومن جميع الظروف، وتحميك من السحر ومن الثقافات ومن جميع العوارض ومن العين إذا واظبت عليها، وهي بسيطة جدا، وتنوي بها أهلك ونفسك وبيتك ومالك وكل ما رزقك الله وأعطاك، ووالديك وكل شيء وأولادك. فإن داومت عليها بعض الأيام فإنك ترى التغيير في حياتك، وترى حياتك قد تغيرت إلى الأفضل، وترى أمورك قد بدأت في التيسير، وترى الأرزاق تأتيك من كل حدب وصوب، وتأتيك من كل جانب، وتفيض عليك النعم، وتصلح نفسك ويهنأ بالك ويصفى ذهنك، وترتاح في صحتك وفي أهلك ببركة وأنوار هذه الصلاة المباركة، وبهذه الكيفية التي سأضعها لكم، فإنه يجعل الله سبحانه وتعالى لك دائرة من نور تحفظك في الظاهر وفي الباطن وفي الحس وفي المعنى، ويحفظك الله سبحانه وتعالى حسا ومعنا ظاهرا وباطنا بسر هذه الأنوار وبسر هذه الأسرار المباركة. فداوموا عليها أيها الإخوة الكرام، فهي من الكنوز المخفية ومن أسرار التيجانية، فعليكم بها أيها الإخوة الكرام. والكيفية هي أن تقرأ، من الأفضل أن تقرأها صباحا ومساء، من الأفضل ولو مرة واحدة بهذه الطريقة التي سأضعها لكم إن شاء الله تعالى، وهي أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الفاتح لما أغلق، تقرأ اللهم صلي على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ملأ ما علم وعدد ما علم وزينة ما علم. صلاة عبد ناداك في بحر ظلماته، في بحر ظلمات ذنوبه وأوزاره،
أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاغفر زلتي. تقرأ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين، إلى قوله تعالى المؤمنين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فاغفر زلتي، فاغفر زلتي وأقل عطرتي وأنقذني، وأنقذني من وحلتي وخذ بيدي، وخذ بيدي بمحض فضلك، بمحض فضلك ورضاك، ورضاك يا غفار يا رحمن يا رحيم وقال مستعينا بك من كل خاطر شيطاني ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون، وأعوذ بك ربي أن يحضرون باسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، إلى آخر آية الكرسي الشريفة. هذا هو التحصين المبارك أيها الإخوة الكرام، وهو تقرأ اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم، ملء ما عليم وعدد ما عليم وزنة ما عليم، صلاة عبد ناداك في بحر ظلمات ذنوبه وأوزاره، أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فاغفر زلتي وأقل عطرتي وأنقذني من وحلتي وخذ بيدي بمحض فضلك ورضاك يا غفار يا رحمن يا رحيم. وقال مستعينا بك من كل خاطر شيطاني ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم. هذا هو الحصن المبارك أيها الإخوة الكرام، من كل الأهوال والآفات، ويكفيك الله تعالى من كل الشرور ومن كل سوء ومن كل سحر وعينين وعوارض وعفاريت وعاشق وغير ذلك مما يخافه الإنسان ويخشاه.
فإن الله سبحانه وتعالى يكفيك أمور الهم والغم ويحفظك حتى في بيتك وحتى في غيبتك، ويحفظ أهلك وأولادك حتى في غيبتك، وأينما كنت يحفظك الله سبحانه وتعالى ويعطيك هالة نورانية بسر هذه الأسرار وبسر هذه الأنوار. فلن ترى بأسا بإذن الله تعالى بعد قراءة هذه الأسماء الشريفة، فواظبوا عليها أيها الإخوة الكرام، وانشروها بين أهلكم وبين أولادكم وبين معارفكم، فإن الله سبحانه وتعالى يثيبكم عليها. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.